والله بالمطر ما يمشي زين، وسياق يعني الاقصصي بكل عامة وبالجملة ينظفون نفس الشيء زين، يعني نقولون غيدنا شفر سيارات تبليط يعني ماكو هذا الشيء. وثاني شيء تجي الصحه تحسبنا لنا زين، احنا الصحه احنا قصصيب الذبح بالمزرعه يعني ماكو المجاري 24 ساعه مزديده، ماكو يعني التزامات اي بالمزرعه الذبح عامه، ويوميا ابو المزرعه يجي ياخذ من كل قصاب 2000 2000 كل طري ها، والحوري ياخذ علينا 10000. طيب كخدمات اليوم كشارع شلون نشوف الخدمات فيه بالمطار بالشتاء؟ والله كل خدمات ماكو، كل خدمات ماكو، يعني ابسط شيء شوي المحوله مال الكهرباء شوي الحاويه زين، يعني ماكو اي خدمات. البلديه تجيك المغرب زين، هو غير تجي مثل الصبح تجي الظهر ديمو الشارع، يعني اقدم سوق اقدم سوق هذا يعني هذا خاص هذا المجمع هذا هو صممونه للقصصيب زين. وثاني شيء هذا صار احنا 3 ايام على التوالي محل نغسل بالشارع، وهذا الشارع شوفوا هذا الشارع زين. والله بس دخلت تمطو وتعال طب من هون، اذا طيق الطب بهذا الشارع ايش تصير انطيك؟ اسيان وطيان وغبير خير، حتى السياره ما تقدر تمشي وحتى السياق ويقف هوني. ايش نطيل؟ تبليط الشارع وماكو احد ينفذ اصلا، فاحنا نظل سكت على ايش نطيلب؟ والله نغيد خدمات، نغيد خدمات، ونغيد تبليط الشارع، ونغيد الصحة يومية تجي، ونغيد المحولة تصير، والمزبلة شلون من هوني، يعني 24 ساعة في غوسنا، هذه بهذا الشارع، طين، أسر ابن القيم مقام يجيب لنا تنكر بك نغسل للقاع، هذه اللي نغيده من القيم مقام. هذا السوق القديم تكريت. السوق القديم تكريت وأحسن كل السيق، هذا المجمع خاص، روح فوت على السيق المخضر، ماكو خلاص من السيارات، من الازدحام، من الوسخ، من كله. وهو هذا سياقنا.